قال قبل أيام كانت هناك محاضرة في المكتبة العلمية مع دكتور عبد الحيوسف، ما تعليقكم؟ تعليقنا إنه دكتور عبد الحيوسف عنده أفكار خطرة جدا وكتبها في كتب، معلش أنت قد تلقاه شغال في التلفزيون مفتي، يجيبوا لك في برامج في قناة طيبة اللي حقتهم هم، يجيبونا في محاضرات في الجامعة، لكن خلاصة الموضوع عنده أفكار خطيرة اللي هي أفكار نفس الأفكار الآن اللي بيدينوا بها ناس داعش. أيضا البكرة داعش، ما تقول داعش يقول لك أعوذ بالله، يا معقول أفكار داعش؟ بس الفكر ده مش كتنظيم، لأنه ممكن عبد الحي ذاته تسأله عن داعش كتنظيم يقول لك داعش دي سيئة وما تبقى مع داعش. أيوه داعش كتنظيم خليه، كفكرة هو معاهم، كفكرة نفس الفكرة اللي بيحملوها زمان. لو بتسمعوا بأسامة بن لادن اللي عمل التفجير ذاك والعمليات الإرهابية وغيره، ومدان في العالم كله بأنه رجل إرهابي وأفتوا فيه علماء المسلمين بأنه إرهابي، عبد الحي لما مات بن لادن عملوا عليه صلاة الغائب وصلى عليه واحد منهم كويس، أو أظنه صلى عليه شيخ أبو زيد بتاع أنصار السنة كويس، وبعد ذاك أثنى عليه عبد الحي يوسف ومجد وتمجيد شديد. لاحظ دائما لو دار تعرف فكرة زول أنت كده بس كنظرة، دار تعرف فكرة أي زول شوف صحبانه منه. هسه في الجامعة دي لو دار تعرف أي شاب أخلاقه كيف شوف صحبانه منه، يقول لك يا أخي فلان ده يا أخي ده صحبانه بتاعنا البنجو، يا أخي طب بتاعنا البنجو صحبانه. إذا هو في النهاية لو ما بتاع بنجو هو رضيان بالموضوع ده. فعبد الحي لما مات بن لادن قال بن لادن أخونا ووليُّنا، قال ولا يفرح بموت بن لادن إلا قال إلا منافق، أو قال لا يفرح به مؤمن قط. أقول أيها الإخوة الكرام، جئنا إلى هذا المكان من أجل أن نحقق غاية شرعية مفادها أننا ندين الله عز وجل بأن قتيل الأمس هو أخونا. ندين الله عز وجل بحبه، أخوتنا معه أخوة المسلم للمسلم، والله لا يفرح بموته ولا يشمت بموته مؤمن أبدا. معقول يا أخ؟ يا أخي لو قتلت بن لادن ببقى كافر؟ لو قتلته اللي فرحت به شفتك؟ فده يدلك على شنو دارك تفهمه، إنه الفكر بتاع بن لادن هو الفكر بتاع عبد الحي يوسف. فأفكاره خطيرة، عنده كتاب اسمه الاستبداد السياسي في ضوء الكتاب والسنة، ولعل هذه الرسالة بتاعت الدكتورة بتاعته هو ذاته. جوا فيه أفكار تكفيرية، فيه أفكار الخروج على الحكام، بل بينتقد بصورة غير مباشرة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث ذاتها اللي بتتكلم عن الخروج يهاجم عبد الحي يوسف بصورة غير مباشرة، يجيب معنى الحديث ويهاجمه ويقول لك دي أفكار استبدادية، مع إنه ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فعموما الأفكار التكفيرية والأفكار الخارجية موجودة في كتب عبد الحي يوسف والثورات والخروج، بل تأثر كثير من الشباب بأفكاره دي ومشوا للي بيسموه جهاد، وما جهاد في الصومال وفي مالي وفي وين، حتى من الشباب اللي معاكم هنا وفي خلايا بتاعته هنا دي في ال 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 الجناح ده بالذات الجنوبي من جامعة السودان، في خلايا كثيرة تابعة للأفكار دي في إنها تأثروا بأفكار عبد الحي أو الجماعة اللي معاه. حتى في أساتذة في الكلية دي هنا أنا بعرفهم كويس تابعين للأفكار دي، في أساتذة معاكم في الكلية هنا واحدين يدرسوكم دراسات، واحدين ما عارف يدرسوا رسم ولا شو ما عارف، أساتذة معاكم هنا اسمهم منو خليهم، خطرين جدا حاملين أفكار تكفيرية خطرة، ويجيبوا لك في الجامعة هنا يعمل فيها بصاحب الطلبة ويعمل فيها حنين كده وأسلوبه لطيف، يتكلم معاكم بالراحة بالراحة وأحبتي وكده، هو مادته مطلوب جامعة ساي مطلوب بتاع جامعة عامل فيها تندس، تقول احنا ما قرينا الجامعات دي، في مطلوب جامعة فيها تندس؟ لابد تحضر
وانا تاخرني من شنو؟ ده مطلوب جامعه ما بجزاته. نحن والله وقتنا كنا في الجامعه في ماده لحد ما نحن لحد ما مشينا السنه اللي بعديها الاستاذ ما شفته بعيني ذاته. ما ده مطلوب جامعه، انا بجي بمتحن نجحت خلاص ما نجحت بشيله معي وبمشي. لكن ده عملهم شنو؟ عامل تندس وحضور. ليه؟ لانه عنده افكار غير شغل الجامعه، وده ما امين. زول ما امين وزول ما محترم. انت جايبينك هنا بمهنه معينه وبوظيفه معينه، ادي وظيفتك وتخارج. شنو تقعد تغذي في الشباب بالافكار التكفيريه وافكار الخروج؟ اجتمعتم في هذا المكان من اجل ان توجهوا رساله للكفار والمنافقين ان اسامه بن لادن اخونا وولينا. هذول هم الشياطين، هذول هم الشياطين. ابن لادن شيطان خبيث، ابن لادن شيطان خبيث خارجي لا يجوز لأحد أن يثني عليه، ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله، من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارجي مثله. التكفير، التخريب، الإرهاب. لن ننسى جرائم تنظيم القاعدة، كفروا ولاة أمرنا ورجال أمننا. إن طواغيت الحكم الجاثمين على صدر الأمة في جزيرة العرب هم كفرة مرتدون، هم كفرة مرتدون. لا شك أن هذا التنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل صلاح وفلاح. يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، وآخرون يقولون هم مجاهدون. إيش؟ يقول البعض إن تنظيم القاعدة المعاصر خوارج، ويقول آخرون هم مجاهدون، فما رأيكم؟ نعم مجاهدون في سبيل الشيطان. فما رأيكم؟ نعم مجاهدون في سبيل الشيطان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.